رأيك ايه في مكسب النادي الاهلي النهارده؟ مش عاوز اقول وضع طبيعي، انا مش عاوز اقول وضع طبيعي، واحنا قلنا ان دوافع نادي طنطا اكتر من دوافع النادي الاهلي. النادي الاهلي عاوز يحقق انجازات ويكمل انجازاته، سواء من خلال عدد المباريات الفوز او الاهداف اللي بيجيبها وقلة الاهداف اللي بتخش في مرمى طنطا. لا طنطا يعني عاوز حاجات كتيرة جدا جدا عشان هو في موقف خطر وممكن يهبط، والنهاردة عملوا ماتش كبير جدا جدا جدا، بس أنا بعتبر باد لك ليهم صراحة، وكان كل هجومهم كان تعتبر كرات خطرة وباد لك برضو محمد جابر اللي احنا قلنا عليه ان دي محطوطة تركة لعماد النحاس، وان هو يزال ينزل في نهاية المباراة ويقدر يجيب أجوان وكده. الجول الأولاني النادي الأهلي طبعا يعتبر كنا احنا فاكرين ان هو هيهبط لعيبة طنطا، لكن لعيبة طنطا تهيألي زادت في الإثارة بتاعت هجماتها، وكل كراتها الهجومية كانت تعتبر خطر على مرمى النادي الأهلي. وبعد الجون بتاع مروان محسن، هو جون حلو، أنا بعتبره جون من الجون الحلوة بتاع راجل هداف بمعنى هداف، من الجون الحلوة برضو ما سكتوش نادي طنطا، ما سكتش لغاية ما جاب الجون محمد جابر جون، وأضاع هدف آخر بعديها على طول اسهل كمان من الجون اللي جاب. لكن انا بس حبيت ان انا اوضح اقول نزول حسام غالي خلانا نتفرج على الكره الحلوه الجماعيه بتاعت النادي الاهلي اللي قبل كده، يعني فعلا بتحب كورته يا كابتن؟ انا بحب كره النادي الاهلي وبحب الكره الجماعيه اللي كانوا بيلعبوها. النهارده طبعا هم ما لعبوش كره جماعيه، كل واحد عاوز يثبت نفسه، لكن لما نزل حسام لا خلى في كره جماعيه. حتى الهجمه الخطره اللي كانت بينه وبين السوليه، ده بيبين لك قد ايه التفاهم اللي بين السوليه وحسام غالي. وحسام غالي بيلعب الكره السهله، الكره الجماعيه السهله، بيلعب يقدر زي ما يقول لك يلم الفرقه حواليه، يقدر يعني يفرجنا برضو على كره حلوه احنا بنحب نتفرج عليها. صحيح، يعني احنا بنحب نتفرج عليها، يعني هي دي بس، هي دي بتاعت حسام غالي، هيروح وهيشتغل مع السوليه لغايه ما تيجي الكره وتتشاط وتيجي في القايمه. اوقات 6 ضغط. بص كم واحد فوق جوه 18 5 5، ودي اللي احنا بنقول عليها الكره الجماعيه. صحيح. وانا ما اعرفش بصراحه بالامانه، ما اعرفش انا ازاي هو ما راحش المنتخب بالامانه. حسام غالي؟ يعني هو حتى لو ما بيلعبش ده ممكن يبقى قائد وليدر لمنتخبنا.